هذا النهار اللي هو يوم خرج به سكان النيغرو الذين هم مستفزين ومستفزين من إحدى الملاكة اللي كيقول بأنه الأرض اللي قاصدين عليها هاد الناس أنه أرض ديالو، وهذا شي حاجة اللي هي غير معقولة. الملف هو كيعرفوا جميع الأوساط خصوصا بالنسبة للحكومات المغربية ولا الحكومات اللي تولت عليها في عهد ملي كان عندنا الولي هنا بولاية مراكش السي مهدية، أنه الملف كاين عند جلالة الملك نصره الله محمد السادس وأيداه. اللي بغيت نقول هاد الملاك اللي كيقول بأنه هاد الأرض راها ديالو وهاد السكان اللي ساكنين فوق هاد الأرض بأنه ما كانوش، واش هاد الإنسان استعمل العقل ديالو ورجع واحد شوية للوراء وقال كيفاش هاد الأرض؟ واش هاد الأرض كانت خاوية؟ أنا اللي عندي دابا 55 سنة ومشيت للصحراء المغربية وخدمت في العمل العسكري كدا 30 سنة، وهاد هاد السكان كندوز وكنلقاه كاين موجود، يعني أنه هاد السكان هو كباقي السكينة ديال حي بن تاشفين، وكاع اللي كتهم حي بن تاشفين برمتيه كيهم هاد السكان. وهاد السيد هذا جا في 2018 شرى الأرض، قال لك راه شرى الأرض بدون سكينة، وحنا هنا راه أكثر من 60 سنة اللي كاينين هنايا. أنا راه تزاديت هنا وكبرت هنا وتزوجت هنا وولدت هنا. بالنسبة لنا حنا كأبناء ديال قدامى ديال العسكريين ولا المحاربين اللي كانوا في الصحراء، حلينا عينينا هنايا. هاد السيد فاش جا قال لك الارض ديالو وبغى يستفزنا وبغى يخرجنا بدون تعويض، بدون حتى شي حل، ما دار معنا حتى شي حل. حنا دابا كنطالبوا غير بتعويض، وكنطالبوا بهاد السيد يلقى لينا الحل، لان البارح راه اعتصمنا هنايا النهار كامل وحنا معتصمين جالسين، على اساس هو البارح جاب هذيك الرافعه كتحفر باش يستفزنا. حنا راه حنا ما غاديش نخليه يحفر هنايا ويدير الزنق. المشكل هو واحد المنعش عقاري هنا جا، حنا ساكنين هنا، كاينين الناس اللي ساكنين 60 سنه، كاين شتي. انا نقول لك انا واقيلا اقل سكان راه 30 سنه، هذه بنتي دابا راه عندها 24 سنه اللي مزيوده هنايا. حنا بالليله ونهار تينوض هذا المنعش عقاري بنا هذاك النص اللي ملهيها، المهم هذاك راه ما كان فيه لا سكان لا والو، حتى السكان اللي كان واحد شي اربعه ولا خمسه راه داروا معاهم الحل وحيدوا. دابا السكان اللي هنايا كلهم دار لهم خدا، دفعهم للمحكمه بانهم طراميين على اسميتو على الارض ديالو، بانه هاد الناس ما كانوش وهاد الارض كانت غير عاريه. واش هاد الناس اللي 60 سنه كاينين عندهم ورقه الدور، عندهم اسميتو اللي شاري عنده التزام، اللي عسكري راه سميتو شاد من يامات الحسن الثاني. بغيتي نعرف واش كيفاش داروا هاد الناس تجاو وناضوا؟ واش ربيع؟ راه ناس زعما راه دم، وحنا غير يدير معنا حل. واش بغى يحول؟ بغى الارض ديالو بسم الله يجلس معنا اطابل، وكان ديك الساعه يدير معنا حل. راه كلشي كيدار ليه الحل، ودابا غيدوز عنا الزنق ملي دعا وما ربح حتى حاجه، جا غيحط الزنق. راه ما غاديش يحط لو زنقه وحده ولو حديده وحده، راه الا بغى يحطها على هاد الناس يحفر لهم هنا في هاد الارض هادي اللي باغيها هو ويدفنهم فيها. ساكنين مده طويله، حنا دخلنا الضو ودخلنا الماء وريبنا وصلحنا وريبنا وعاودناها جوج مرات، وهذا السيد عاد خرج ما عرفنا منين خرج، علاه فين كان؟ هاد شحال كان ميت، دابا عاد حيا، دابا عاد بانت ليه الارض وبانت ليه السكن، مهددنا بالافراغ. ما يمكنش، حنا ما غاديش نخرجوا ليه من هنايا، ما يمكنش. حنا كنطلبوا سيدنا هو فاش غادي نطيقوا، هو اللي غادي يعوض لينا ويعطينا السكن. ما عندنا فين نمشيو، الراجل على تقاعد والحاله ضعيفه، داك الشيء اللي خلاو ليه قليل، ما عندنا باش نشريو ولا نرهنوا ولا لا، خرجنا لقينا في الزنقه ما عندناش. نطلبوا المسؤولين يدخلوا. كتشوف هاد الارامي المساكين ان راهم لا حول ولا قوه الا بالله، باش غادي يخرجوا؟ الا غيخرجوا الا خرجوا المساكين ديالهم في غيمشيو، اذا خرجوا خرجوا راه غيتشردوا. ان راه كنشوف الارمله هنا كتشد 700 درهم، ما عندها شي حاجه اللي هي شي صالير الكبير. كنشوف متقاعدين هنا اللي مساكين خارجين من 2005 و2007 و2006 راه كيشدوا 1500 درهم، واش غتخرج تكري ليه؟ راه ما يمكنش. ان اللي كيقول هو هذا الساكن هذا اللي كيقول هو عنده شخداه في 2018، الناس راه عندهم 60 عام هما جالسين هنا و40 سنه عندهم هنا في هذا السكن هذا، شكون اللي عطاه لهم يعني؟ وهذا كان صراحه كان مصاحب جلال الله يرحمه الحسن الثاني، كان ذاك انا ذاك عطى الاوامر ديالو باش يتسلموا
المساكين لموالهم يعني في عين المكان. واليوم كيتفاجئوا الاخوان دائما كل خطره بهذه المؤامره اللي كتجي من طرف هذا اللوبي العقاري اللي ما عرفناش اش من صفه واش شكون اللي عطاه الاوامر باش يدير هذا الازميدو. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.